خمسة حيوانات قاموا بانقاذ البشر من الموت العلاقه بين الحيوانات الاليفه ومالكيها دائما ما تكون علاقه مليئه بالحب والعاطفه لذلك ليس من الغريب ان نسمع بقيام احد هذه الحيوانات بانقاذ مالكيها من الموت وفي الفيديو التالي سنقدم اليكم خمسه قصص عن هذه الحيوانات خنزيره تقوم بانقاذ مالكتها من ازمه قلبيه قامت خنزيره تدعى لولو بانقاذ حياه مالكتها التي تدعى جوان عندما لاحظت وجود شيء غريب عند انهيار صاحبتها وسقوطها ارضا فقامت الخنزيره بدفع بوابه المنزل والخروج للشارع مخاطره بحياتها من اجل انقاذ صاحبتها وعندما كانت ترى سياره مقتربه على الطريق كانت تقوم بالانبطاح والنوم ارضا لكي ترغم السياره على التوقف وعندما لم يتوقف أحد، كانت تذهب للإطمئنان على جوان وتعود مرة أخرى، وكررت فعل ذلك لمدة 45 دقيقة، حتى توقف أحدهم أخيراً ليرى ما بهذه الخنزير، وحينها قامت لولو بإرشاد الرجل إلى مكان جوان، فقام بطلب الإسعاف فوراً، وتم اصطحاب جوان إلى المستشفى، حيث تلقت العناية المطلوبة، وكمكافأة للولو على تصرفها، تم إعطائها الحلوى المفضلة لديها وهي دونات بالجلي. كلب ينقذ امرأة من الغرق كانت بريندا أوينز تقوم بالتنزه مع كلبها البرادو الذي يدعى بيني عندما لاحظت وجود كرسي متحرك فارغ على جانب النهر وعندما نظرت إلى النهر وجدت امرأة طافية في المياه فقامت بدورها بسؤال المرأة هل أنت على ما يرام عزيزتي؟ ولكنها لم تتلقى جواب من المرأة الطافية فقررت حينها التصرف وأمرت كلبها بيني بإحضار المرأة فاستجاب الكلب على الفور وقام بسحب المرأة فاقدة الوعي من النهر، ومن ثم قامت بريندا بإنعاش المرأة، وحينما تأكدت من قدرتها على التنفس قامت بطلب المساعدة الطبية لها. كلب بول ينقذ امرأة وطفل بناءً على الطريقة التي يتم تربية هذه الكلاب بها، اكتسبت كلاب البيتبول شهرة بشراستها ومهاجمتها للناس، ولكن كلب البيتبول هذا قام بتغيير هذه السمعة السيئة فلقد كانت امراه تدعى شارلوت تهم بالرحيل مع ابنها الصغير من احد ملاعب الاطفال حينما قام رجل يحمل سكينا بالاقتراب من انجيلا وطلب منها عدم احداث اي صوت او حركه وفي نفس الوقت صدف مرور كلب ضال فقام بمهاجمه الرجل المسلح عن طريق الزمجره واظهار انيابه وكنتيجه لهذا قام المعتدي بالهرب سريعا ثم بعد ذلك وضع الكلب في احد ماوى الكلاب لمده خمسه ايام حتى يتعرف عليه مالكيها الذين قد يكونوا يبحثون عنها وأظهرت أنجيلا رغبتها في تبني الكلب إذ لم يطالب به أحد بعد هذه الخمسة أيام غوريلا تقوم بإنقاذ طفل صغير الغوريلات معروف عنها الذكاء الشديد وهذا ما برهنته إحدى الغوريلات عندما قامت بإنقاذ طفل يبلغ ثلاث سنوات من العمر وذلك في السادس عشر من أغسطس عام 1996 عندما سقط هذا الطفل بداخل بيت الغوريلات بحديقه الحيوانات وفقد وعيه وبالتالي جذب ذلك انتباه الغوريلات جميعا وقاموا بالتوجه ناحيه الطفل لمعرفه ما الامر ولكن احدى الغوريلات والتي تدعى بينتي رات الطفل الفاقد الوعي فقامت بالتقاطه سريعا وبلطف لكي تحميه من باقي الغوريلات ثم قامت بالتوجه بالطفل الى مكان حيث استطاع احد الحراس التقاط الطفل بامان ومن ثم تم اصطحاب الطفل الى المستشفى لتلقي العنايه الصحيه المطلوبه وبالطبع تم مكافاه الغوريلا بينتي على عملها الطيب الاسود تنقذ فتاه من التعرض للخطف عندما تقوم بالتفكير في الحيوانات التي من الممكن ان تقوم بانقاذ حياتك فبالتاكيد لن تكون الاسود ضمن هذه الحيوانات ولكن في الواقع قامت مجموعة من الأسود في جنوب غرب إثيوبيا بإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 12 عام من الخطف على يد أربعة رجال، وذلك حينما كانت في طريقها للعودة من المدرسة، وهؤلاء الرجال تم ملاحقتهم من الشرطة، ولكن تم اعتراض طريقهم بواسطة مجموعة من الأسود، ومن الغريب أن الأسود قامت بمطاردة الخاطفين وإبعادهم، وقاموا بالبقاء مع الفتاة بدون إلحاق الضرر بها. وعند حضور الشرطه قامت الاسود بترك الفتاه والتوجه الى الغابه وحينها اخبرت الفتاه الشرطه بان الخاطفين قاموا بضربها ولكن الاسود لم تلحق بها اي ضرر وقال خبير للحياه البريه باثيوبيا ان الاسود قامت بانقاذ الفتاه لان صراخها بدا لهم كمواء شبل الاسد نشكركم للمشاهده اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك